شايف كل الكلام اللي اتقال. اولا ماتش اثيوبيا ده كان ماتش كارثي. انا للامانه انا ما اتفرجتش على المباراه، انا كنت في تمرين وخرجت اخر تلت ساعه فلقيت السوشيال ميديا مقلوبه، ماتش كارثي. انا بصراحه ما شفتوش، بس لقيت كل ردود الافعال سيئه جدا ضد المنتخب وضد الجهاز وضد اتحاد الكره واللعيبه. فاجمعت فعلا ان لا، اثيوبيا يعني اثيوبيا ما فيهاش كوره، يعني اثيوبيا يعني اثيوبيا بالنسبه لهم رقم واحد عندهم شمس بيجري، وهو فين؟ محترف عندنا في الجونه. يعني قصدي ايه؟ طبعا الجونه نادي كبير جدا 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 ومنظومه احترافيه عاليه جدا، بس قصدي ايه؟ اما بتبقى محترف بيقول لك انت بتلعب فين؟ بلعب في انديه القمه، اهلي او زمالك او اهلي، انت فاهم؟ بتلعب مش عارف ترجي بتاع انديه القمه، لكن انت يعني اشهر واحد عندهم او اجمد واحد عندهم شمس بيجري، لعيب كويس جدا بيلعب في الجونه في الدوري المصري عندنا. فكل اللي نعرفه على اثيوبيا هو شمس بيكلي بس، انت فاهم؟ فكان ماتش كارثي بالنسبه لمنتخب مصر، يعني حاجه يعني صعبه جدا ما بتتكررش الا كل 100 سنه مره. وبعديها جت تصريحات استاذ جمال علام، ده يعني انا شايف استاذ جمال دبح فعلا كابتن ايهاب. كابتن ايهاب شخصيه محترمه جدا، مدرب جدا عالي جدا جدا على المستوى الشخصي والمهني والفني وكل حاجه، يعني محترم قوي وراجل عارف بيعمل من في السيخ شربات. يعني شوف مسك الاسماعيلي كان بينافس على البيوت، خلاص عمل ايه مع الاسماعيلي وعمل ايه مع المقصه قبله وبتاع. انا كلاعب كرة انا عامه مش هركز في المباراه، يعني قصدي مش هدي اهتمام ان انا ابقى كويس عشان كابتن ايهاب. ليه؟ احنا كلاعب الكوره واحد بيموت نفسه اولا عشان بلده، وثانيا عشان يثبت نفسه للمدرب بتاعه عشان ياخد فرصته. خلاص انا هثبت نفسي للمدرب دي، والمدرب ماشي، المدرب مشي قبل ما يسافر. صح. انا شايف كلام الاستاذ جمال بتاع الكوره لا يليق ببلد زي مصر، لا يليق باتحاد كوره زي مصر، لا يليق بالكابتن ايهاب جلال. انا قلت هو دبح التصريحات، ده دبح الكابتن ايهاب.